عمرو، إذا لو تطلعنا على تفاصيل أكثر بشأن هذه المسيرة ومطالب المشاركين بها. نعم بالفعل، كما ذكرت أنه بعد قليل حوالي ساعة من الآن ستنطلق مسيرة ضخمة، من المتوقع أن تكون ضخمة بسبب هذه الاستعدادات التي نراها، اتحادات عمال النقابات العمالية في بريطانيا، جميع النقابات تقريبا تشارك في هذه المسيرة التي ستنطلق من هنا من وسط المدينة من شارع ريجنت ستريت أو أوكسفورد سيركس، تستمر حتى ميدان الطرف الأغر ومن ثم تنتهي في ميدان البرلمان، حيث تلقي القيادات المختلفة النقابية كلمات كثيرة. المطالب كثيرة، ليست فقط مطالب بتخفيف كلفة تكلفة العيش، بل أيضا ربما إقالة رئيس الوزراء وإقالة الحكومة. هناك اتهامات كثيرة بأن هذه الحكومة لا تراعي أي أحد. من ضمن الشعارات التي أثارت انتباهي وشعار ربما به بعض الطرافة، هناك إحدى الممرضات التي تقول أنا هيرو ان اتش اس ولكن زيرو ان ماي بيرس، يعني هي بطلة من أبطال الرعاية الصحية بسبب كوفيد 19، لكن في محفظتها النقدية لا يوجد أي شيء. معناه أن هذه الحكومة لا تبالي بحسب رأيهم ولم تقطع مطالبهم. يريدون أن يكون هناك بعض التحاوط من هذه الحكومة وتقديم المساعدات، حقوق العمال التي ضاعت في الأونة الأخيرة بسبب تسريح العديد من الموظفين في عدد كبير من الشركات الكبرى، من على رأسها شركة بي ان او الشهيرة للموانئ التي تم تسريح الآلاف منها بدون بشكل تعسفي ومباشر. أيضا من المتوقع أن يكون هناك عمليات تعسفية في فصل العديد من عمال القطارات، وهناك بعد 3 أيام من الآن هناك إضراب ضخم سيشمل جميع أنحاء بريطانيا للقطارات المختلفة التي تربط المدن بشكل عام. وأيضا هناك في لندن سيكون هناك إضراب آخر في مترو الأنفاق. إذن ربما نواجه نوع من الشلل والغضب الشعبي العارم الكبير. هذه المسيرة التي ستبدأ من هذا الشارع ستكون بشكل كبير رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بشكل شخصي، وأيضا هذه الحكومة. رئيس الوزراء يوم أمس كان لديه مؤتمر خاص جدا مع النواب حزب المحافظين وعدد من نقابات العمال، لكنه لم يحضر، وفوجئ الجميع أنه ذهب إلى كييف، وقيل أنه رئيس الوزراء وجد فرصة لعدم مواجهة الناس حتى لا يتحدثون على فضائح الحفلات التي بسببها تم تغريمه، وهذا خرق للقانون. لكن ما نشهده الآن والذي سيستمر حتى الساعة 3 بتوقيت لندن الصيفي، 2 بتوقيت غرينتش، سيستمر هذا الصخب الذي نتوقع أنه سيكون بالآلاف وربما أكثر، لأن جميع النقابات العمالية مشاركة في ذلك. هناك غضب عارم، الكلفة المرتفعة. طب هذه الأزمة، أزمة الغلاء عمرو، يعني تعتبر أزمة عالمية الآن وتعاني منها دول عدة، لكن لماذا هذا الغضب الشعبي تجاه بوريس جونسون وحكومته؟ هل تعتبر تراكمات أم هي بالفعل فقط يعني غضب تجاه هذا الغلاء أو هذه الأزمة الراهنة؟ هي مجموعة تراكمات مع بعضها البعض، منها أنه بريطانيا من الدول العظمى وصاحبة القرار في هذا العالم. لا ننسى أن بريطانيا من الدول التي تصعد بشكل كبير على مشكلة الحرب في أوكرانيا، وعداء مباشر لروسيا منذ عقود وليس بسبب هذه الحرب، وهذا سبب رئيسي بسبب العقوبات التي فرضت على النفط. أصبح الشارع البريطاني يعاني تماما من هذا. ليس هذا فقط، الأداء الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الذي أثبت أن هذه الحكومة لا تهتم بمشاعر الآخرين، وخصوصا حفلات البارتي جيت في أوقات الإغلاق التام، ومن ثم الذين فقدوا أعزائهم لم يبشروا حتى لقاهم. هذا يؤثر كثيرا في الشخص البريطاني بشكل عام. نزيد على ذلك أن هناك كانت خطط متوقعة من الحكومة ووزارة المالية، لم تفلح هذه الخطط في تقليل وتقليص الارتفاع الضخم
لكلفة المعيشة، وخصوصا أن التضخم الذي حدث وصل بالفعل إلى 10% في الخريف المقبل بحسب بنك إنجلترا المركزي، سيكون 11%. هذا معناه أن أسعار كل السلع ستزداد بشكل كبير عن ما هي في الواقع الحالي، ازداد بالفعل بنحو ما بين 15% إلى 20%. نحن نتحدث عن الغذاء فقط، فما بالك عن 54% بشكل مباشر من الحكومة تم رفع أسعار الطاقة، وسيتم رفعها أسعار الطاقة مرة أخرى في أكتوبر المقبل. كل هذا مع أداء الحكومة وكذب الحكومة على الشعب البريطاني فيما سبق، هناك عدم ثقة، وخصوصا بوريس جونسون كان واجه بالفعل سحب الثقة الأسبوع الماضي. الآن هو يواجه العديد من هذا، وخصوصا أن النقابات العمالية بطبيعة الحال هي مع حزب العمال بشكل كبير.